اهلا بكم من جديد. فقرتنا الثانيه في حلقه النهارده بيسعدني ان يشاركني فيها نجومنا كابتن محمد عبد الجليل. يا مساء الفل. مساء الفل. مساء ركلات الجزاء. نجمنا كابتن احمد عيد عبد الملك. يا مساء الفل. مساء الفل. شفت التحكيم؟ انا شايف. في ايه بقى؟ ما بلاش انت عندك الثلاث وهيجولك وكده. انا مستغرب من حاجه. يعني في حاجات اسمها لعبه تقديريه وارد. وفي حاجه اسمها بتبقى انت ده انت بتروح للفار وبتتعادلك 40 مره وبتشوفها. وحسين السيد زائق بوضوح. صح ولا غلط؟ صح. فيها كلام. انت حسين حدفه من الاوتوبيس. يعني هي انت كمان لو بصيت التقديريه بتاع ضربه الجزاء بتاعت المصري ممكن ما تحسبش. يعني تقديريا لا، انا وجهه نظري اللي هي ما التوفيق قال لا ما تحسبش. انا وجهه نظري كابتن توفيق السيد قال الراي. انا قال لي بص هي تقديريه. هو قال لي كده بس رايي انا الشخصي. كابتن توفيق بيقول دي كتف في كتف ما تحسبش. التعام عادي. انا بقول كده برضو. لكن الثانيه ديت ما فيها. ده انت هو اصلا القانون بيقول أيوة. لو انت زائق بدراعك وما فتحتش فيها ما تتحسبش وبتاع. ديت متاح للالتحامات دي. لكن ان ايدك تبقى مفروده للاخر ده. حد بيقول لي اصل الحكم برر بعد الماتش وحد بيساله فقال له اصل هو اول ما جه يلمسه قام ناطط عشان خاطر يعني ايه يعمل نفسه كانه بيقع. لا دي باينه الزقه دي فتحت بايد بتتعادلك قدامك اصلا. ده هو حسين والكادر جاي لك. حسين بص قفل. شفت حسين بعد والكادر بيجيبه عامل وشه كده ومستخبي وقام جاي ماشي. ما هو باينه الزقه قوي. فرد ايده جامد. وبعدين الولد هو بيجري فهيرمي نفسه ازاي؟ هو لما اتزق انا بقول لك اكنك زقت حد من الاوتوبيس. يعني انت هو قانون الف به قانون. ما ده اللي بيضايقك. او بتاعت ماتش الزمالك برضه. وخد بالك ده حاجات بتضايقك. لان دي حاجات واضحه جدا. يعني هي حاجات بتبقى واضحه جدا يا كابتن. اللي يضايقك يبقى قرار واضح جدا والحكم ما ياخدوش. طب ليه؟ ايه الحسبه اللي في دماغك؟ يعني فنيا تتحسب وضحيا ما حدش هيختلف. يعني لو حسبتها ده الناس هتختلف لما ما تحسبهاش. يقال يعني اللي هو زعلان عشان القايمه الدوليه. ده بالعكس. طب ده ما يغلطش. حتى لو زعلان قصدي بص ده ما يغلطش. قصدي ما لهاش مبرر. بص ممكن يبقى زعلان. بص ممكن يبقى زعلان في ادارته في المباراه تبان. يعني نفسيا متضايق ما دخلش القايمه. هو بيدير الماتش مش حاسم متضايق متوتر اكتر من اللازم. لكن دي غلطه ملهاش علاقه باي حاجه. بالعكس يعني. دي تثبت للناس. انا شايف اللي هو كان الفتره اللي فاتت من الحكام لا حمدك الله اللي خطواتهم كويسه بقاله سنتين خطواته كويسه في التحكيم الفتره اللي فاتت. مين هو؟ حمدك القلاوي. كويس. يعني خطواته كويسه السنتين اللي فاتوا. صح. وبدا ياخد ماتشات كبيره وواضح يعني حتى اسلوبه وطريقته. يعني هو مشروع كويس. لا لكن انت في حاجات واضحه وصريحه. ده قانون لازم تنفذ القانون. ده دفع وتروح تشوف بعينك. يعني احنا بنتكلمنا يا ابني بنتكلم ميزه كابتن دلوقتي ان في فار وبيتعودها لك مره واثنين وثلاثه. يعني تقدر ترجع في قرارك. بس انا شايف ان اللي معظم الحكام اللي بتروح للفار بيبقى فيه شويه كبرياء شويه ان هو ما يرجعش في قراره حتى لو الحكم اللي قاعد في الفار. لا هو الفار اخترع عشان تسمع عشان كلامه. لو قراره غلط يرجع فيه. ترجع في قرارك. ده انت عندك كله. المبرر القانوني اللي يخليك ترجع في قرارك. هو دايما احنا بنقول للحكام ايه؟ ان خطا الحكم وارد وانه تقديري. فعملوا الفار عشان بقاش وارد الخطا عشان يرجع في كلامه عادي. هو كمان اي حكم دلوقتي يعني انت لو حسبت ضربات الجزاء كلها اللي اتحسبت بعد ما الحكم راح للفار اللي هي اللي بتاع الفار حكم الفار بيجيبه ويناديله يقول له دي ضربه جزاء فبيرجع يحسبها بنسبه 95%. ما هو ليه؟ لان هو مش هو اصلا قراره لا. فكون الفار استدعاك يبقى عنده قرار تاني. لان هو لو الفار متفق معاك في القرار مش هيستدعيك. ايوه ما هو استدعاك سواء هي ضربه جزاء او مش ضربه جزاء. فانت بتروح مش هيستدعيك في كل الاحوال. انت بتروح لقرار الفار. انت بتروح لقرار الفار الاقرب. ما لا انت لما مين اللي بيبقى قاعد على الفار يا كابتن؟ لا هو زميل محمد عادل. النهارده كان كابتن امين عمر في الملعب. دولي عمرو الشناوي دولي. اوكي في بيبقى في برضه انا لا مش همشي على قرارك. انت الجدال اللي كان بين امين عمر ومحمد عادل هو محمد عادل شايفها بينالتي وامين عمر بيقول له لا. لا هي دي كارثه برضه. دي طبعا احنا اتكلمنا عنها. هي دي كارثه الصراحه. هو امتى هيستدعيك الفار؟ لما يختلف معاك في القرار. لكن لو ما اختلفش مش هيستدعيك. لو انت خدت قرار قلت بينالتي. دي مثلا انت لو خدت قرار يا كابتن قلت الكوره دي بينالتي. يعني انت بتاعت النهارده ديت يعني هو الراجل ما بيجادلش مع الراجل التاني او ما بيشوف. هو شايف ان هو من وجهه نظره اللي هو قال مثلا حاجه ممكن تتفق معاه بنسبه 5% 4% الحاجات ديت. انت فاهم؟ بس هي ضربه جزاء يعني ايدين حسين. لكن بتاعه الزمالك انت الراجل بيخالف القانون
بنص صريح هو اعترف ان هي ضربه جزاء خلاص بعد ما اعترف واقتنع اللي هي ايده مكبره جسمه، قال له هي من بره ولا من جوه، هو ببقه يقول ان دي ثلاث ارباعها بره وربع هو القانون، هو الكلام مش على الكوره يعني، هو القانون هو انت ايده المفروض انت بتتكلم عن ايده، ايده بره ولا جوه مش الكوره، احنا ما بنقولش كوره جون ولا لا، ايوه احنا بنقول ايده بره، هي اللي بره ولا جوه، هو بيقول له ثلاث ارباعها الكوره ثلاث ارباعها بره وربعها جوه، حتى لو بيتكلم على الكوره ده لو خط الجون برضه تحسب لان هي لو سنتي حتى جوه تحسب، فبس هو المفروض الكلام على ايوه حاجه لا ما يعني حتى وصف الوصف الحاله غلط، هو بيوصف مبرر مش هو انت ما بتتكلمش على حكم اصلا صغير الطبيعي مش حكم صغير، حكم بيلعب دولي بقاله كتير يا كابتن بودي، حاجات مش محتاجه صغير وكبير يعني، انا بتاعه النهارده دي محتاجه صغير وكبير، طب التمس العذر ديهم شويه معلش، بدايه الدوري لسه ما دخلوش الفورمه زي انا على فكره التمس احنا بنلتمس كل الاعذار يعني انا بقول إلا ممكن الا الحاجات المتشافه واضحه وضوح الشمس يعني، الجاكيت كحلي ما انفع اقول لك ابيض، ينفع اقول لك ابيض ما تقول عليا يعني ده هوا يعني انا انما هي واضحه وضوح الشمس، وايدين حسين السيد واضحه والدفع واضح، الاول انا كنت بشفق، وبعدين هو الدفع لازم يكون شديد قوي عشان يتحسب يعني، لا لازم يكون لازم يعني بنيه جامده ومحضر في الاسم ومد بال، اتظلم فاركو عشان كده حتى على السوشيال ميديا فاركو بيتسائلوا على الاكونت بتاعهم الرسمي بيقول لك هل تغير القانون مع بدايه الموسم الجديد يعني، ما هو الناس حاطه الصور بص يعني هم حاطين صوره الولد وهو بيتزق وحاطين شكل البينالتي وما نحقهم هم يعطلوا الصور بقى يعني عاملين ستوري سيكونس كده سيكونس كده للصور تبان ان في نهايه بينالتي وهي واضحه الزقه بعد ما ايده تتفتح، وعلى فكره انا الكابتن علي مير لو شافها هيقول بينالتي لا يعني ما هو اي حد لا ما هو اي حد طبيعي فير هيقول طبعا هيقول انا بنصح فاركو يغلق الصفحه ويفكر في ماتش، ما هو بينالتي برضه المصري جاب وضاع مصر جاب جول مش بينالتي لا بعيدا انه يتحسب او لا يعني اقصد في الاخر هي كوره ماشي، بس اي حد هيشوف دي بما يفهم بتوع المصري ضربه جزاء ضربه جزاء.